لا تتوقف أعينهم عن المتابعة المباشرة. هم يقومون تحت هذه القبة بالتخطيط للعمليات الجوية ومتابعة تنفيذ المقاتلات الحربية لتلك الخطط منذ انطلاقها حتى تصيب الهدف المحدد وتعود للتسليح مرة أخرى. هناك خطوات يتم اتخاذها قبل التعامل مع أي هدف، وهي بناء على المعلومات المسبقة يتم التأكد بعدم وجود أي مدنيين، حكما بأن ميليشيا الحوثي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، ونحن يجب أن لا نصيب أي مدني مهما كانت الظروف. يلا يعطيك العافية، موفق مهمة. هنا قادة أجنحة وأسراب المقاتلات الحربية يناقشون تطورات مسرح العمليات ليتم تزويد قائدي المقاتلات بالمعلومات اللازمة قبل توجههم لشن الغارات. مقاتلات تهبط وأخرى تحلق، مدرج المطار لا يهدأ، ذخائر مصفوفة على كل جناح جاهزة للعدو. الحمد لله، السلامة يا كابتن. الله يسلمك. كيف كانت المهمة؟ الحمد لله خرجنا المهمة وألغيت المهمة من قيادة التحالف. أي ليش ألغيت؟ ألغيت المهمة وقت الاستهداف، كان هناك وجود المدنيين لاحظنا ذلك، أبلغنا قيادة التحالف بذلك وأمر بإلغاء المهمة. المقاتلات السعودية التي تحلق بتشكيلات مختلفة في السماء بفضل قائديها سخرت من أجل إعادة أمل بلد، وجاهزة للتصدي لمن يحاول الدخول شبراً واحداً إلى المنطقة. هاني الصفيان، العربية